الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من انجراف التربة بالإضافة إلى عقلنة الاقتصاد في مياه السقي من أهم الأهداف التي يسعى إليها مشروع الفلاحة التضامنية المندمجة في المغرب، مشروع تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بدعم من صندوق البيئة العالمية. وفي هذا الإطار وبالمنطقة الجبلية بأيت باها يعمل المركز الجهوي للبحث الزراعي بأكادير على مواكبة وتأطير الفلاحين في مجال زراعة الزيتون المقترحة من طرف هذا المشروع. في الإطار ديال المشروع ديال التنمية المستدامة والتنمية المندمجة مع الفلاحة اللي هو معروف بأزمة، وهذا المشروع هذا حنا في المنطقة ديال تيرت اللي حنا كنعملوا مع واحد الجمعية ديال تيرت اللي هي جمعية ديال التعاون والتنمية في إطار غرس شجر الزيتون للحفاظ على المدرجات اللي تكونات في هذا الإطار ديال المشروع هذا. وهذا المشكل اللي عندنا ديال سقي الزيتون، لأن في بعض السنوات كيكون جفاف وكيكون السقي ديالهم كيكون صعيب شوية، حنا دخلنا لهم واحد التقنية اللي هي ديال السقي الموضعي بواحد السيسيرنات اللي هي ممكن تنقد الزيتون في فصل الصيف وكذلك في أوقات الحارجة لإنتاج واحد الكمية كبيرة إن شاء الله بإذن الله، وكنتمناو التعميم في المنطقة. الدرك عندنا واحد البير هنا هو اللي عندنا فقط، وسنطلعوا فيها الماء غير بالضوء ديال واحد السيد، ماشي الطاقة ماشي حتى حاجة، وسنطلعوا فيه الماء وسنعمروا شي شوية ديال الماء في الشارج وسندوزوه للستيرنات باش يشرب ذاك الزيتون، الماء ما كاينش. ولضمان استدامة المدرجات ونجاح غراسة أشجار الزيتون، يعمل باحث المعهد على نقل تكنولوجيا السقي الموضعي ذو الضغط المنخفض باستعمال صهاريج بلاستيكية كحل تقني نظرا لما تعانيه المنطقة من ندرة في المياه. قمنا في المنطقة ديال تيرت بمجموعة من الأنشطة الزراعية اللي من ضمنها تقنية إنشاء الحائط المدرجات الزراعية، وكذلك تعبئة المياه الضرورية لسقي أشجار الزيتون، وكذلك هذه المدرجات فهي كتزيد من المخزون الرطوبة في هذه التربة. دوك هاد التقنية اللي كتعبئ المياه فهي كتسمى السقي الموضعي تحت الضغط المنخفض، اللي كتكون من واحد السهريج ديال واحد السعة ديال جوج ديال الطن اللي كنربطوه بواحد الشبكة ديال الموزعات ذات الضغط المنخفض، واللي كتمكن من الاقتصاد ديال الماء وكذلك الاقتصاد ديال الوقت ديال السقي. هاد التقنية اللي دارت دابا كتوفر الوقت وكتوفر الماء، يمكن الإنسان يديرها ويطلق الروبينيات ديالو يمشي يخدم خدمته حتى الوقت اللي عجبو يجي يعني يسد الماء. وفيها واحد التقنيه اخرى يمكن لك دير لها الطاقه تخدم اوتوماتيك ما تخدم الراسه بلا ما طاقه شمسيه تجيبها وتركبها للسيتيرنا وغادي تخدم الراسه بلا ما تبقى تجي لها انت كاع. راه ساعدتنا التجربه هذه باش غادي نزيدو نعرقصو ان شاء الله، وغادي يمكن لنا نزيدو مازال سيتيرنات اخرين ونزيدو بلايص اخرين ديال الزيتون. ونظرا لما تتوفر عليه المنطقة من مساحة مهمة من أشجار الزيتون وانتشار معاصير تقليدية لا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة وكذا تأثيرها السلبي على البيئة المتمثل في مخلفات عصر الزيتون وخصوصا مادة المرجان، أنشئت هذه المعصرة الحديثة بمنطقة تلمست بجماعة تنالت، وحدة تتوفر فيها شروط إنتاج زيت ذو جودة عالية بالإضافة إلى تتمينها لتلك المخلفات التي تضر بالبيئة. وهذا المشروع هذا نفعنا احنا كجماعة تنالت وقيادة تنالت، واستفدوا فيه الناس ديال المنطقة حيت شحال هذه الناس كانوا كيجيبوا الزيتون كيديوها لتافرة وتديوها لأيت باها وليديوها لسبت أيت ملك، ودابا اقترحنا هذا المشروع هذا باش يكون في هذا الدوار هذا باش الناس يجيو تكون قريبة لهم معصرة، ومعصرة حديثة معصرة عصرية كتحيد الورق ومن بعد كتدوز القناة كتغسل الزيتون وكتطحنو وكتفلتريه، وهاد المعصرة هادي كتطحن 500 كيلو للساعة. داكشي علاش مزيانة هاد المعصرة هادي 500 باش اللي جا يطحن الزيت ديالو يديها في البلاصة ما غاديش يتسنى المدة باش تحل الزيتون. هاد المعصرة هادي مفتوحة للجميع، الأبواب ديالها مفتوحين لجميع الفلاحة ديال المنطقة ديال جماعة تنالت وقيادة تنالت، من جهة تايت باها ولا كنيضيف ولا تفراوت ولا أي بلاصة جل الزبون غادي نلبيو الطلب ديالو. الدور ديال المعهد الوطني للبحث الزراعي هو تدوير المخلفات العضوية الناتجة عن معصرة الزيتون، أي تدوير الفيتور والمرجان التي خرج لنا من المعصرة ديال الزيتون وتحويله إلى مادة عضوية
قابلة أنها تستعمل في الأرض، تستعمل في المناطق الزراعية المجاورة بطبيعة الحال للمعصرة. والهدف بطبيعة الحال هو الرفع من المادة العضوية اللي كاينة في الأرض عن طريق استغلال هذه المخلفات بطريقة اللي ما كتأثرش سلبا على البيئة، أي المعصرة ديال الزيتون ما تيكونش عندها واحد تأثير سلبي على البيئة اللي محيطة فيها. والدور ديالنا هو تكوين مستفيدين في تقنية تدوير هذه المخلفات عن طريق الكومبوستاج أو تدوير البيولوجي ديال هذه المخلفات، وتكوين واحد المادة عضوية عن طريق الكومبوستاج بطبيعة الحال اللي هو واحد الطريقة اللي معترف بها عالميا. وكذلك لأنه الفيتور بوحده ما يمكنش نديره في الأرض مباشرة، إذا تنزيدوا معاه الغبار ديال الغنم أو الغبار ديال البقر باش يعطينا واحد المادة عضوية قابلة للاستعمال في الزراعة. بطبيعة الحال المادة الفعالة فيها اللي هي المادة العضوية الأساسية كتكون واحد المادة عضوية اللي هي قابلة أنها تبقى في الأرض لمدة أطول، وبالتالي غيكون عندنا تأثير إيجابي على الخصوبة ديال التربة بطبيعة الحال، تأثير على النباتات اللي كتكون فيها سواء الزيتون أو للأعشاب الطبية إلى غير ذلك المزروعات. مشروع أزيما شمل أيضا محور تدجين وتثمين الأعشاب الطبية والعطرية، فالشاهد هنا هذه الضيعة النموذجية بمنطقة ترغن توشكا بإقليم الشتوكا أيت بها، حيث تم غرس مجموعة من الأعشاب الطبية والعطرية وخصوصا تلك التي تتطلبها الأسواق الوطنية والدولية. وفيما يخص محور النباتات الطبية والعطرية، والحمد لله عندنا عدة تجارب كما كتشوف في الضيعة هذه اللي انطلقنا فيها بواحد 200 متر مربع كتجربة نموذجية، واللي أصبحت الآن كما كتشوفوا في هذه المنطقة هذه تقريبا واحد 10 هكتارات ولا أكثر. وفعلا هذا جد مهم لكي يشجع فعلا التسجيل ديال النباتات الأعشاب الطبية والعطرية، والحمد لله كما كنشوفوا كذلك في المنطقة عدة مشاريع ديال الدعم الثانية اللي انطلقت فعلا واللي غتنطلق إن شاء الله من فيما يخص تسجيل الأعشاب الطبية والعطرية في النواحي ديال تيزنيت، نواحي ديال ايتباها، تارودان، طاطا. فهذا فعلا هو انطلاقه جد مهمه بالنسبه لهذا التسجيل ديال الاعشاب الطبيه اللي فعلا غنحافظوا عليها ونحافظوا على الموروث اللي كاين في الجبال باش ما ينقرش، باش نحاولوا يكون عندنا المنتوج كل سنه ان شاء الله واخا يكون الجفاف.